مساء الخير يا شباب. دايما كلنا عشان ناخد سبلمنت في الجيم لازم يكون معانا الشيكر بتاعنا، يكون معانا ميتنا، يكون معانا كل حاجه. الموضوع يعني متعب شويه، فانا لقيت السي فور ده عباره عن شوت. يعني بص، هو تضرب كده مره واحده ولا بقى تتعب نفسك بقى وترج ميه وتجيب الشيكر والجو ده كله. فالفكره عجباني قوي يعني. هو حقيقه لسه ما جربتوش، فانا هجربه دلوقتي وهقول لكم رايي فيه. بس الفكره عجباني، لذيذه. طيب انا قلت بقى نجربه اول مره مع بعض. بص وريكوا شكله غريب. بص هو بيدوب في البق كده، اللي هو مش عارف زي ايه بالظبط، بس بيدوب في البق. لو انا حطيته على لساني ما حتى ما بيتبلعش، هو بيدوب لوحده. هو يعني استخدامه عجبني قوي، بس خلينا نشوف التمرين هيعمل ايه. طب نتمرن نشوف. خلصنا تمرين النهارده، هقول لكم خلاصه تجربتي مع السي فور بسرعه كده. هما ثلاث حاجات قوي، يعني ثلاث حاجات هما اللي خدت بالي منهم، اهم ثلاث حاجات. اول حاجه ان هو كان سريع الامتصاص. اول ما خدته حسيت ان في طرف كده مره واحده، اللي هو لا انا حاسس ان هو اسرع من العادي. ثاني حاجه ان هو ممكن تاخده معاك اي مكان عادي خالص، فحسيت ان في تكنولوجي، اللي هو انت مش لازم هتحتاج ميه وتشيكر. الموضوع بيبقى متعب شويه، اما نقله سهل فالموضوع كان اسهل، فعجبني الموضوع ده. ثالث حاجه وهي طعمه كان عاجبني الصراحه قوي. هسيب لكم اللينك بتاعه تحت هنا، فولو شوفوه جربوه، انا برشحه لكم قوي. وكمان بص الاستوري اللي بعدها هتلاقي فيه منتجات كتير قوي هسيبها لكم، خشوا اتفرجوا شوفوا المنتجات، عليها خصومات حلوه قوي وباسعار مناسبه. مساكم جميل، باي.